بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله رب العالمين. تقدم الكلام على أول هذه السورة الكريمة، وصلنا إلى قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا للسلوك على الصراط المستقيم الذي جاء رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يهدينا إليه، في قوله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إذا أنت حين تصل إلى هذه الآية الكريمة تعرف أنك واقف بين يدي رب العزة موقف المستهدي، تطلب منه الهداية التوفيقية، هداية التوفيق لسلوك الصراط المستقيم الذي دعاك إليه رسولنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه هداية التوفيق، اهدنا وفقنا، أما هداية البيان والدلالة فهي وظيفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولقد هدانا رسول الله إلى الصراط المستقيم، أي دلنا عليه وبينه لنا وأقام الحجج، وهذه هي حجة الله على العباد، وهو أنه سبحانه وتعالى تكفل منذ أهبط البشرية لعالم الأرض أن يتعهدهم بالهدي الإلهي، فيرسل الرسل وينزل الكتب، وهكذا الرسل تبين للناس ما يجب عليهم من العقيدة وما يجب عليهم من حقوق الله تعالى عليهم والحقوق بين بعضهم والواجبات والآداب والأخلاق والمبادلات المالية إلى غير ذلك مما سنوضحه إن شاء الله تعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى: منذ أهبط آدم بذريته إلى الأرض قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، أي فإن أتاكم مني هدى، أي بيان من الله، بيان وهدي من الله على لسان الرسل صلوات الله عليهم، هدى يهديهم لمصالح الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة. وهكذا أهبط الله آدم بذريته في صلبه إلى الأرض، فبقي مدة طويلة وزرت الذرية، وهكذا وزرت بنو آدم، ومضت قرون عشرة كلهم على الفطرة التوحيدية التي عاهد الله عليها يوم ألست بربكم كما تقدم معنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بين آدم ونوح عشرة قرون، أي عشرة أجيال كلهم على الحق والتوحيد،
حتى بعث الله نوحا، أي حين ظهر الكفر والتغير بعث الله نوحا نذيرا، جاء منذرا بالعذاب. وهذا كما بين الله تعالى لنا في القرآن الكريم، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة أي في التوحيد وعلى دين الله وعلى فطرة الدين والإيمان، فبعث الله النبيين أي فظهر التغير. حضور بيت نوح بعد 10 قرون من هبوط آدم للأرض، 10 قرون أي أجيال، ما هو القرن المراد للسنة؟ لا، الأصل أن القرن هم الجيل المتقارب والمقارن لبعضه، فكان القرن الوسطي 3000 أو 2000 أو 3000 يعيش الجيل يا إنسان، هذا معلوم. قوم عاد ثمود إلى آخره. فكان ما بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد والإيمان، ثم ظهرت عبادة الأصنام وبدأ الشرك، فبعث الله نوحا عليه السلام نذيرا. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. جاء سيدنا آدم بالبشائر وبعض الإنذارات على المخالفات الأمرية، أما كفر ما في كان على وجه الأرض. في عهد سيدنا نوح ظهر قبل أن يبعث ظهر الكفر، فجاء نوح نذيرا أي منذرا للكفار بالعذاب. ولذلك قال هو أول رسول جاء إلى عالم الأرض أي بالإنذار. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يبشرون المؤمنين بسعادة الدنيا والآخرة والثواب في الآخرة، منذرين للكافرين بغضب الله وعذاب الله في الدنيا وفي الآخرة. مبشرين ومنذرين يبينون للناس ما يجب عليهم من أن يسلكوا طريق السعادة والخير في الدنيا وفي الآخرة، ويحذرونهم وينذرونهم من الشر. هذه وظيفة الرسل صلوات الله عليهم، أن يبين الناس على كل خير في زمنهم وراء بعض، ويحذروهم وينذروهم من كل شر في زمنهم فما بعض. وأعظم المنذرين وأعظم المبشرين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فكل رسول مأمور من الله، وأنزل الله عليه إنجابا أن يدل أمته على كل خير ويحذرهم من كل شر. هذا واجب في حق الرسل، وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وعيد عنه عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يبين أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، أي في حياتهم وبعد مماتهم، منذرا من الشرور المتوقعة. وحتى من الدنيا من جملة ما أنذر الرسل أنذروا الشر الكبير من بعدهم، فتنة الدجال. وهذا كما جاء في الصحيحين وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدجال وفتنته الكبرى مع أنه من أشراط الساعة في آخر الزمن، قال: أنذره نوح قومه وأنذرته النبيون من بعده، حتى نوح أنذر قومه فتنة الدجال لعظم شرها، كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال يوم خطب في حجة الوداع، من جملة ما تناول ذكر الدجال.
وذكر الدجال في بلاد لا كثيرة صلى الله عليه وسلم. قال لا استنصت الناس. ثم قام عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال وذكر الدجال وقال أنذره نوحا قومه وأنذره النبيون من بعده. أي نوح أنذر قومه فتنة الدجال فيما إن أدركوه، وأنذر النبيون من بعد ما من نبي إلا وذكر لهم فتنة الدجال في آخر الزمن. قال عليه الصلاة والسلام وإنه يخرج فيكم أي في آخر هذه الأمة فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور وأن الدجال هو أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. يعني أن الدجال يأتي بعجائب وغرائب وأمور كبيرة جدا تدهش العقول وتغفر ذئول الألباب. إلا من آمن بالله حقا، إلا من ثبته الله، فيأتي بعجائب وغرائب وخوارق إلى آخره. فقل من يثبت. قال فهذا يدعي أولا النبوة ثم يدعي الألوهية، يدعي الألوهية ورب عني. فدل عليه الصلاة والسلام علامات. قال وأنا أقول لكم قولا لم يقله نبي قبلي. أي يقول علامات حتى ما يقع الإنسان في الحجاج، علامات بين حين يدعي الربوبية وقناة به فلو رأيت العجائب أما يتصدع ربي أما هو. قال فالعلامات ما هي؟ أعطانا ثلاث علامات. أولا أن الرب ليس بأعور والدجال أعور، يعني معنى أن الرب الله ليس بأعور أي الله ما كتب الإخوان جل وعلا، الله ما كتب الإخوان والدجال أعور. ولو كان ربا لصلح عوره قبل أن يصلح عور غيره من المخلوقات. الثاني قال مكتوب بين عينيه كفاء بالتهجي كفاء يقرأها كل مؤمن ويقرأها كل مسلم كاتب أو غير كاتب كما في الحديث. أي لو كان أمي ما بعرف التبراء لكن هو بنور الإيمان يقرأ على جبهة الدجال كافرا. قال وهذه الثانية هذه ظاهرة يعني. والثالثة قال عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر الدجال وفتنة الدجال وخوارق التي يأتي بها وعجائب وغرائب إلى آخره. قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. معنى ذلك يعني الدجال يدعي الربوبية والناس كلهم يرونه والرب لا يراه أحد في الحياة بالعين. الله الرب الحقيقي لا يمكن أحد أن يراه بعينين حتى يموت. يموت يا إنسان إلا من خصه الله بمقام الرؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلقد رأى رب العالمين بعيني بصره ليت النعوان في البلاء الأعلى عند سدرة المنتهى هناك لا في الأرض. فالرؤية العينية لم تكن إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عالم سدرة المنتهى. ولذلك قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. هذا الإنسان مثل الإنسان أي لا يمكن أن ترى الله بعين بصرك في الدنيا لا يمكن، أما تشاهده بقلبك ببصيرتك هذا كان كل من صحيح الإيمان. أما عين بصري ترى لا حتى تموت هذا بنص الحديث. ولما قال موسى الكريم رؤية الحق فلما تجلى ربه للجبان جعله ذكا وخر موسى صعقا. فأعطى عليه الصلاة والسلام لأمته ثلاث علامات واضحة بيّنة والتباس فيها تعرف أن الدجال كذاب وأن الرب إنما هو الله رب العالمين.
قال يا أخي كيف واحد يصدق أن الدجال يقول رب؟ وجاء قال عن حاله رب، كيف واحد يصدق يا رب؟ إن وآور الليل اليمنى وبعد ذاكر يشرب روحه بيجي إسلام يقول رب؟ كيف الناس يصدق يقول رب؟ يقول له والله هذا سؤال يعني، إنه كيف عايز يصدق على هذا؟ هل تعجب لي أنه يا رب؟ قل له يا إنسان أنت عم تتعجب، وإجت الأحاديث تنبه إنه لا تؤخذ لا تؤخذ به. إذا كمان يعني ليش إجت الأحاديث تنبه مع إنه أمر هذا ما يعني أمر ظاهر ما ممكن يكون رب. لكن يا إنسان العجائب والغرائب إذا كثرت فقد تبهت العاقل أحيانا. فالإنسان قد يرى العجائب والغرائب الكثيرة فهنا قد يكون ضعيف العقل، ولا وهكذا من باب اولى ضعيف الايمان، فهذا قد يؤخذ بظواهر العجائب والغرائب. قال ايه ممكن؟ قل له نعم. انظر الى بني اسرائيل، بني اسرائيل 70,000 لما الثامن صنع لهم، وكان صياغ ماهر، صنع لهم من ذهب على شكل العجل من البقرة الصغيرة يعني، وجاء بآثار ترابية من فرس جبريل ووضعها في جوفه، فصار العجل يمشي وهو من ذهب وله خوار. قال للثامن هذا إلهكم وإله موسى. طيب موسى راح لجبل الطور يدور يبحث عن ربه، هذا ربه؟ قال وصدع له وعبد العجل. يا إنسان كيف عمل العجل؟ قال لأنه رأوا هذا عجيب غريب يعني من ذهب ولماع وبراء وعم بمشي وعم بيصيح، الأمر عجيب، صدقوا إنه هذا رب. اللي بيصدق العجل يكون رب، هذا معنى ليش؟ إيه مستوى صار؟ قال طاش عقله وراح يبدأ وما في تفكير، فهم كده هي بيت الله على العرض. فالعجائب والغرائب قد تطغى على بعض العقول الثقيلة، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من فتنة الدجال. وقد جاء في الأحاديث علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والأمة أن تستعيذ بالله من فتنة الدجال، فيأتي بأمور أقوى مما جاء التامري وأقوى من واقع إلى آخره، بعجائب وغرائب وغرائب إلى آخره. فهكذا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي ينذرون قومهم الشرور والفساد في زمنهم ومع بعض حتى فتنة الدجال، كما جاء في الحديث أنذره نوح قومه وأنذره النبيون من بعده. وبعد البشائر البيان الإنذارات قامت حجة الله على العباد، جاءت رسول الله بالبينات بالحجج بالأدلة بالبراهين، فقامت الحجة على العباد. فمن كمر كفر عنادا، حقت عليه الكلمة. فيوم القيامة يسأل الله الرسل ويسأل الأمم، موقفين من السؤال، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يسأل الله الأمم هل جاءكم رسول؟ يسأل قوم نوح جاءكم رسول الله نوح؟ نعم. بلغكم؟ أدى الأمانة؟ كيف؟ جواب. يسألكم أمة عن رسول هل مرسل إليه؟ هل بلغه؟ هل أدى الأمانة؟ وهكذا. ويسأل الرسل هل بلغتم؟ هذا سؤال، وهذا تقدم معنا في الحديث حين يجمع الله نوحا وقومه وكل رسول أمته، فيسألهم فالكفار ينكرون، والرسل تقول بلغنا يا ربي. يقول الله لنوح من يشهد لكم؟ يقول لا يشهد لنا محمد وأمته. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي قبلكم ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي بتنزل العذاب. هذا بحث مضى معنا كثيرا. هذا سؤال، ولهذا يقول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئناك على هؤلاء شهيدا، جئنا بك على هؤلاء شهيدا. السؤال الثاني،
يقول للأمم ماذا أجبتم المرسلين، ويقول للرسل ماذا أجبتم. هذا موقف ثاني. يقول للأمم ماذا أجبتم المرسلين، أي بلغوكم دعوكم، شو كان موقفكم معهم؟ إجابة واتباع وإيمان وطاعة ولا مخالفة وصيان؟ يقول للرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فكيف قالوا هذا مع أنه يأتي من كل منكم بشهيد دون أنك على هؤلاء شهيدا، مع أنه هناك سؤية الرسل فشاهدوا على من قال من آمن بهم واتبع من آمن وأسلم شهيد له بذلك، هنا ماذا أجبت ماذا أجبت، قال لعلم لنا. يقول له ما جئتنا في أنت، سئلوا عمن آمن بهم وأسلم على أيديهم فشهد لهم الرسالة، قال مشهد فلان وفلان شهد. هذه الشهادة ظاهرة مبنية على الكلام، لكن ماذا أجبتم، هذا عن الإيمان القلبي، عن الإيمان القلبي. لذلك إيش قالت الرسل؟ لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، أي نحن نعلم من شهد لنا بالرسالة فنشهد له، ولكن هل قالها صادقا من قلبه أم لا؟ فمن عرفتنا بصدقه عرفناه، وإن لم تعرفنا بصدقه وإخلاصه ما نعرفه نحن. ومن أهل المدينة مودوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، أي هناك من أظهر الإسلام لرسول الله وشهد له وسلم بأنه رسول الله، لكن قلب منافق قال لا تعلمهم نحن نعلمهم. هذا ما لا علم لنا، أي لا علم لنا بما في قلوب المخلصين الصادقين معنا إلا ما علمت أنت يا ربي، فاللي علمت عرفنا واللي ما عرف ما نعرفه نحن، لكن أنت علام الغيوب، ومن جملة الغيوب ما في القلوب، فصدق القلوب هو من جملة علم الغيب يا إنسان. هذا لرب العالمين، فرد الأمر إلى الله جل وعلا، أولا أدبا مع الله، مع أنهم علمهم الله كثيرا من الصادقين وعرفهم كثيرا من المنافقين أيضا، وهكذا ورد الأمر إلى الله لأن العبرة للنتائج، فترك الأمر في الإجابة القلبية إلى الله، قالوا إنك أنت علام الغيب. إذا موقف الرسل مع الأمم هو حجة الله على الخلق، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أنزل الله الكتب، فهناك صحف إبراهيم وصحف آدم وصحف شوس وتوراة موسى وإنجيل عيسى، وآخر الكتب وأجمعها وأهداها وهو المعجز الباقي للدين هذا القرآن الكريم النازل على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، هذا الذي هو يهدي للتي هي أقوم. هذه الكتب الإلهية نزلها الله تعالى على الأمم، نزل على كل أمة على كل رسول كتابا لأجل أن يجعله حكما بين العباد يحكم بين الناس. فإذا ترد إليه الأمور، وهذا لأن الله الذي خلق هو أعلم مصلحة العباد، فالخالق هو الشارع، الذي خلقك هو يعلم ما ينفعك ويضرك. من بنى البناية، من اخترع المعمل هو أعلم بمصلحة المعمل، يعني رجل اخترع معمل فهذا ايش المفروض بعد ما ينتهي من هذا المعمل وتركيب المعمل اللي اخترعه، ان يجعل هناك دفتر تعليمات كيف يشتغل هالمعمل وتشغيله، فهذا لابد من الكتالوج التعليم تشغيل هذا المعمل، من بده يوضع دفتر الشغل تشغيل المعمل اللي يطلع المعمل،
اما واحد اخترع المعمل وانت تيجي تحط المدفع تعليم الشيء، ايش فهمك انت في المعمل؟ وايش فهمك له الاله؟ وايش فهمك استعداده وامكانيته وقوته؟ اذا من يختار المعمل هو الذي بيعطي تعليمات المعمل، كيف يشتغل كم ساعة وكيف استخدامه وكيف تحمله الى اخره. قال الله صحيح. واللي اذا كان واحد اخترع المعمل، اذا واحد ما له عنده موضوع يسوى نفسه اللي لا معنى اعتبره. اذا فمسى هذا المعمل على دفتر التعليمات، صارت العمال حسب التعليم تمشي، يقال والله استقام المعمل العامل. واذا كل مع كل عامل صار يتصرف المعمل على عقله وعلى فكره وترك تعليمات ايش التي وضعها المختار، ايش في المعمل؟ هو المعمل بخط ما بس الى الآلة تحصلت وهذا الديان ما بعد تصرف والامتياز صار الى اللي هذا صحيح. اللي بقى نرجع يا انسان تعالى هنا فكر المعامل، نحن نرجع لهالمصنع الكبير، هل السماوات والارض اللي شايفينها نحن وهالكون وهالعالم وعالم الشمس والقمر والارض والكواكب الى اخره والجبال والبحار، هل معمل من مخترع بالله عليك؟ اوروبا اخترعوها ولا اهل ايه البلد الفلانيه او لا، هذا كل ما يعرفون شيء، ما يعرفون شيء من هذا يخترعوه ولا لهم قدرة على ذلك. اذا من المخترع؟ من المبدع؟ هذا ما قدرة بشر، ولو كانوا بشر اخر ما عندهم الامكانية. اذا لازم يكون في هناك من هو ليس قوته قوة البشر، بل هو قوة البشر، هذا هو الله. اذا هذا هو بديع السماوات والارض المخترعهما لا على مثلا سابق. اذا هل اخترع هذا المصنع؟ صنع الله الذي اتقن كل شيء، هذا مصنع. اذا لازم هو يضع تبدل التعليمات التصرف في العالم. قال هكذا الامر. ولذلك الله تعالى لما خلق العالم نزل اليهم دفتر تعليمات، فقال العباد هذا هدي وهذا تعليمي اليكم، فامشوا على هذا الهدي، فان مشيتم عليه استقام بكم الامر وصلح امر دينكم ودنياكم، وان تركتموه فسد امر دينكم ودنياكم. هذا مظبوط صحيح هذا. ولهذا قال الا، الا اي انتبهوا، يعني ايش انتبهوا؟ لماذا ننتبه؟ قال الا له الخلق والامر، اله خلق للامر، اللي بخلق بامر، واللي بخلق بشرع، واللي بخلق بحكم، واللي بخلق هو بهدي وبين. فالخالق هو الهادي هو الشارع جل وعلا سبحانه وتعالى. صحيح اللي بيختار المعمل هو بيعطي التعليمات المعمل. فهكذا رب العالمين هو له الخلق له الامر له الهدي. ولذلك قال وانزل الكتاب، وانزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأعظم كتاب هديا وبيانا وإيضاحا وإسعادا للبشرية غير الثقلين، إنما هو هذا القرآن الكريم الذي قال تعالى فيه إن هذا القرآن، أي لا غيره، إن هذا القرآن، أي أداة حاصر كما هو من اللغة العربية الإنسان، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أن يهدي لأقوم الخصال وأقوم السبل وأقوم طرق السعادة في الدنيا والآخرة، ولا أهدى منه ولا أصلح منه ولا أنجح ولا أفلح منه. قال فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه أي في الكتب النازلة من عند الله، ما اختلف إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. هذا تعريف اليهود النصارى. نزل الله التوراة على بني إسرائيل يهود على موسى وعلى عيسى النصارى، ولكنهم اختلفوا فيما بينهم، اختلفت اليهود مع النصارى، فردوا ما جاء في التوراة، والتو اهل التوراة ردوا ما جاء في الانجيل، وكل تأول على حسب رأيه بغيا بغيا. فهنا اختلفوا فيما بينهم. لما اختلفوا؟ اختلفوا فيما بينهم في الالهيات،
فاليهود واحد شبه الخالق بالمخلوق. كيف يعني؟ قال المخلوق بتعب، قال الله بتعب كمان. كيف الله بتعب؟ قال خلق خلق في ست ايام يرتب استراح تايد استراح. ايه؟ قال اجر الطوفان على امه وغرق اهل الارض بعد نجم فيكي. الله عافيه. ليش عم تحكي؟ كان مخلوق عم يحكموا عليه بيبكي وبيزعل الى اخره. مرض على وعدته الملائكه. الله عافيه. ايش الحكي هذا؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة إلا أيديهم ولعنوا بما قالوا. فشبه أول الخلق ونزلوه منصب المخلوق. وأما النصارى عكسوا فشبه المخلوق الخالق، رفعوا عيسى المخلوق إلى مستوى الخالق قالوا إله، قالوا ابن الله، قالوا ثالثا، قالوا كل هذا كلام باطل، ما هو إلا عبد الله ورسوله. قال شهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي هدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، فدام الحق الذي اختلفت فيه الأمم قبلهم فهدى هذه الأمة بالحق أن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا يشبه خلقه ولا الخلق يشبهه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو عقيدته، عقيده امه محمد صلى الله عليه وسلم. فاختلفوا اولئك في الالهيات واختلفوا في النبوات، فهدى الله امه محمد للحق. اختلفوا في النبوات فقالوا عيسى، قالت له عيسى ما هو نبي، اتهموه. وهكذا وقالت ايضا اليهود عيسى ليس بنبي، محمد ما هو النبي صلى الله عليه وسلم. والنصارى كذبوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وانه عيسى هذا انكار لنبوته كمان، لما قالوا اله معنى ما هو نبي، هذا ما هو رسول، بل جعلوا اله. ففرقوا بين الرسل، قال رافع الرسول وهو عيسى للالهيه، وقال اتهموا بأن ما هو النبي إنما هو كذا وكذا، اتهموه ففرقوا بين الرسل. فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالحق، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون أي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. لا مش معنى الايه، مو هيك شيء معنى لا نفرق، اي لا نفرق في الرساله والايمان انه رسول الله. ما نقول كما قالت النصارى عيسى ما هو رسول اله بل رسول الله وعبده، ولا نقول كما قالت اليهود عيسى ما هو رسول بل متهم في نسبه الى اخر، لا. ولا نقول كما قالت ايضا اليهود كذبوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بل نحن نقر ان عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله. لا نفرق بين احد من رسله، وانما نقول كلهم رسول الله، اي نؤمن بانهم كلهم رسول الله، فلا نفرق من حيث الايمان برسالاتهم. أما من حيث التفضيل فلا شك أننا نعتقد أن سيدنا محمد أول الرسل. يقول الآية لا نفرق، فما لا نفرق في التفضيل؟ قل له لك يا نزول أمر الآية الثانية، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فهذا كلام الله وهذا كلام الله، فإذا تفهم القرآن على المظهور تفهم كله. منذ غفر الآية لا نفرق، لا نفرق بين الرسل، محمد وابراهيم وموسى وعيسى سوا سوا، قل لا خير، انما هو رسول الله. اما من حيث الفضل الله تعالى قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فسيدنا محمد افضل الرسل وافضل الانبياء بلا شك. تفهم شنو ربها الايه، شنو ربها الايه، ولا تجد القران بعض في بعض. يا ترى فهم القران على الصحيح، يا وان الان اهل الفهم الصحيح يا انسان. وعلى هذا فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه من حيث النبوات والرسالات،
وهكذا اختلفوا آل أولئك. وقالت اليهود وقالت اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اختلفوا في من يدخل الجنة. قالت اليهود ما يدخل الجنة إلا اليهود. قالت النصارى ما يدخل النصارى الجنة إلا من كان نصراني. قال فيك أمانيهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أخلصوا دينهم لله وأحسنوا في العمل فاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو إخلاص العمل تسلم وجهك إلى الله. تحسن في العمل تتبع النبي عليه الصلاة والسلام. واختلفوا أيضا فيما بينهم في يوم العيد يوم عيدهم. فالله تعالى شرع لليهود شرع للنصارى يكون عندهم يوم الجمعة لكنه أن العيد يوم الجمعة هو أفضل الأيام عند الله وله خصوصيات. وراحوا تفرقوا في الأمر واختارت النصارى يوم الأحد واليهود يوم السبت. فجاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهدى الله الذين آمنوا أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما اختلفوا فيه أي هداهم للحق وهو أن يكون عيدهم الأسبوع يوم الجمعة. ضلوا عن يوم الجمعة وقد بين الله لهم ذلك. ونحن أوتينا يوم الجمعة مع المتأخرين في الزمان. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. من هم الورثة؟ هدى الله الذين آمنوا هم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الدليل على ذلك ولا تخطيط هذا يقول له أول آية ثانية تفهم إن أول الناس إبراهيم للذين اتبعوه أي أتباعه في عهده. بعده قال وهذا النبي أين نبي عبد الشير الله إليه إن محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا النبي والذين آمنوا أي أتباع رسول الله هؤلاء هم أحق بإبراهيم. فإذا اتخذت النصارى اليهود إبراهيم نحن نتخذ إبراهيم ونحن أولى بإبراهيم ونحن أحق أن نمنح ونثني على إبراهيم نحن أحق به. فإذا لما قال هذا الله الذين آمنوا أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا منه. فهدانا أن يكون عيدنا يوم الجمعة عيد أسبوع لأن يوم الجمعة أفضل الأيام. فحق لأمة هي أفضل الأمم ورسولها أفضل الرسل وكتابها أفضل الكتب وشريعتها أفضل الشرائع. حق لها بالمناسبات التامة الكاملة أن يكون عيد يوم عيدها أفضل الأيام. فيوم الجمعة يسمى هو اليوم سيد الأيام ويسمى اليوم المشهود ويسمى يوم المزيد ويسمى يوم العتق. يوم العتق من النار يا انسان ها قيمة يوم الجمعة ما تريد القوس والهوس الى اخره. كان يوم بقية ايام هذا يوم الاعتباره خص الله به من فضل الاكرام. فهذا يوم هو سيد الايام كما تقدم معنا في الحديث سيد الايام يوم الجمعة فيه صدق وهو افضل من يوم عيد الاضحى وعيد الفطر كما تقدم في الحديث. فيه خلق آدم وفيه خلق وفيه دخل الجنة وفيه بطل الأرض وفيه الخاصر وفيه تقوم الساعة كما تقدمت الأحاديث معنا. وهذا اليوم يوم الجمعة هذا يسمى يوم العتق كما جاء في سنة البيهقي لمسند على وغيرهما عن أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لله في كل جمعة أي يوم جمعة
600 ألف عتيق يفقه من النار. لأن هذا النهار نهار فضل مبارك، مواسم الخير والأيام الفضيلة الله يزيد بها على العباد، يزود ويغفر ويعطي جل وعلا سبحانه وتعالى. فهو يوم عتق من النار، اللهم اجعلنا منه. وهذا اليوم يسمى اليوم المشهود، اليوم المشهود. جاء في سنة ابن ماجه بسنن جيد عن ابي الدرداء رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: اكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فانه يوم مشهود تشهده الملائكة. فلن يصلي علي احد ان يعرض علي صلاته حتى يفرغ منها. قال ابو الدرداء: قلت يا رسول الله وبعد الموت؟ اي كذلك بعد الموت عرض عليه. قال: ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. فيوم الجمعه يوم مشهود تشهده الملائكه، ملائكه السماوات والارض شاهد اعمالك يا انسان يوم الجمعه. في عليه شاهدان دائما كرام كاتبون. اما هناك يوم الجمعه في شهاده ملائكيه عامه، شاهد عباداتك وطاعاتك وتشهد لك بها عند الله، وتشهد لك بها عند الله. ونسأل الله التوفيق، ونسأل الله ان يوفقنا في هذا من كل عمل يرضيه، ويحفظنا من كل ما لا يرضيه. فهو يوم مشهود، وهو يسمى اليوم الازهر، اي لان فيه تنزلات ملائكيه وارتفاعات حجر وتجليات الهيه، فيزداد نورا على نور فيزدهر، كما جاء في سنن البيهقي عنه عليه الصلاه والسلام: اكثر الصلاه علي في الليله الغراء واليوم الازهر، اي يوم الجمعه. ليله الجمعه تسمى الليله الغراء، اي الميه المضيئه، واليوم الازهر هذا يوم الجمعه. والاكثر من الصلاه علي فان صلاتكم تعرض علي، اي تعرض عليه في هذا اليوم عرضا خاصا، دائما تعرض عليه لكن في هذا اليوم عرض خصوصي. وهكذا يسمى هذا يوم الازهر، ويسمى قلنا اليوم المشهود، ويسمى يوم المزيد، يسمى يوم المزيد. هذه تثبيته في الملأ الأعلى، أي لأن فيه رؤية رب العالمين، ورؤية رب العالمين لأهل الجنة هذه زيادة فضل وكرم منه، عملوا فأعطاهم بمقابل أعمالهم طورا وقصورا وأشجارا وأنهارا وازدهارا، وأعطاهم ما أعطاهم من ومن ومن تجليات كهنات انكشافات. لكن الرؤية وكشف الحجاب للرؤية هذا فضل خالص منه جل وعلا، هذا فضل خالص منه. قال: للذين أحسن الحسنى والزيادة، لهم الحسنى في مقابل إحسانهم، هذا الأجر يعني كما قال: يوفيهم أجورهم، والأجر مقابل عمل، يقول ما في غير الأجر إلا ويزيدهم من فضله. ما هي الزيادة؟ أعظم الزيادة: للذين أحسن الحسنى والزيادة، أي زيادة فضلا منه. وهذه فيها رؤية الله جل وعلا، وحين يرون رب العزة في الجنة هناك يتناشى في نظرهم كل نعيم في نعيم أهل الجنة، كل نعيم تنعموه في الجنة كلهم يتناشى حين يرون ربهم، لأن في رؤية الله، في رؤية رب العالمين
فيها النعيم الأكبر، فيها الروح والريحان، فيها التلذذ القلبي والعقلي والروحاني، وكل ذرة ترى وتذوق نعيمها في رؤية رب العالمين. وهذه الرؤية تكون يوم الجمعة للعام للعموم رؤية عامة لجميع أهل الجنة خاصتهم وعامتهم. هذا في كل يوم جمعة، في كل يوم جمعة حتى في منتصف يوم الجمعة، يعني وقت صلاة الجمعة. ولذلك فرض الله في هذا اليوم فرضا فائقا على بقية الفرائض. يوم الجمعة مفروض صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة أفرض الفرائض الصلاتية، أفرض الصلوات وأشدها مطالبة صلاة الجمعة. يا إنسان أكبر، فيها الروح والريحان، فيها التلذذ القلبي والعقلي والروحاني، وكل ذرة ترى وتذوق نعيمها في رؤية رب العالمين. وهذه الرؤية تكون يوم الجمعة للعام للعموم رؤية عامة لجميع أهل الجنة خاصتهم وعامتهم. هذا في كل يوم جمعة، في كل يوم جمعة حتى في منتصف يوم الجمعة، يعني وقت صلاة الجمعة. ولذلك فرض الله في هذا اليوم فرضا فائقا على بقية الفرائض. يوم الجمعة مفروض صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة أفرض الفرائض الصلاتية، أفرض الصلوات وأشدها مطالبة صلاة الجمعة. يا إنسان، وقد جاءت الأحاديث المنذرة لتاريخها خصوصا المصر ثلاث مرات، وقد جاءت أحاديث كثيرة في السنن والمسانيد وغيرها يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متوالية من غير عذر، في رواية من غير ضرورة، في رواية تهاونا، ختم الله على قلبه منافق، في رواية قطع الله على قلبه. فالإنسان فرض صلاة الجمعة لها شأنها، أفرض الصلوات، فهذا يوم فيه صلاة مفروضة فوق الصلوات، كلها فروض لكن هي أعظم إلى آخر. هذا يوم الجمعة، وقت الجمعة فيها رؤية رب العالمين، رؤية رب العالمين جميع أهل الجنة خاصتهم وعامتهم، يجمعهم في عالم اسمه عالم الكثير، يخرجون من تحت الظلال الشجرية إلى كثيب عالي من المسك، طيور مسك عالية كبيرة، وعليها وهناك الكراسي والمنصات والأسرة، كل واحد في ناس على الكرسي، في ناس لا على السرير، يا إنسان في ناس لهم منابر، كل واحد له مقامه، فكلهم يتوجهون لذاك الموقف عالم الكثير، وكل واحد له مكانه، ما في مزاحمة، وهو أن ترجل تلحق محل الإثنان، لا لا لا، هذا على الكرسي، هذا منبر، هذا منصة، هذا سرير، كل واحد هكذا يعرف هذا الموضوع، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، ما في مزاحمة ولا مضايقة إلى آخره. فكل واحد يأخذ مكانه، يأخذ مكانه على مراتبهم، وقد تحلوا بالجمال، لأن التجلي يجب أن يقابل بالتحلي، فراحوا لعالم الكثير لأن رب العزة سوف يتجلى بالرؤية، فيجب أن تتحلى قبل أن يتجلى. فمروا بطريقهم على سوق الجنة، اللهم اجعلنا منهم، مروا بطريقهم على سوق في الجنة. هذا السوق ما فيه بيع ولا شراء، يا في السنن الترمذي: إن في الجنة لسوقا ليس فيها بيع ولا شراء إلا الصور من الرجال والنساء، صور جميلة
رجال هو جميع النساء، فالرجال يمشوا في طريق الرجال والنساء في طريق الرجال. فإذا اشتهى الرجل صورة أي رأى صورة وعجبته وأحب قال دخل فيها صار صورة مثل الثمن، صورة صارت الصورة، فبياخذ أحلى صورة بالنسبة لما يراه من تراثه صار هو اللي، وهكذا. ثم يمرون على السوق حتى يزداد الجمال. ولكن لا أنا أشياء أقول لك ما هي مسألة لا عدو ولا عدد ولا فكري ولا فكرة، كل ذلك الأحاديث لا تكذب ولا تنتقد، وإذا كان مالك مطلع ادخل وروح ابحث وسلم أسلم يا إنسان. فهذا كما جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، قال إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة، كل يوم جمعة، قال فتهب عليهم ريح الشمال، بمروا على السوق بتهب عليهم ريح الشمال، الشمال من الشمال الآن مو الشمال، لا تلحق في الواحد ها طيب حافظ، تهب عليهم ريح الشمال أي تشملهم كلهم شمول عام يعني، قال فيزدادون فتحفو وجوههم حسنا وثيابهم حسنا وجمالا، فتهب عليهم ريح الشمال وإذا تعطيهم حسن في وجوههم وثيابهم، أجسامهم تزداد حسن ثيابهم تزداد حسن، فتحصل في وجوههم حسنا وجمالا. فما عن أن ذلك يفهموا الرؤيا حين يرجعون إلى ديارهم يجتمعون بنسائهم يقول لهم تقول الزوج للزوجة لقد زدت بعضنا حسنا وجمالا، ويقول أنت زدت بعض حسنا وجمالا، مش ما أنت أيمن يعني، لأن يعني كل مرة على السوق وكل واحد أخذ السوق اللي فيها الصور وأخذ أيضا من هذا الريح الشمال ما أخذه إلى آخره، فيتوجهون من هذا السوق بعد التحلي إلى عالم التجلي، راحوا إلى عالم الكثير وكل أخذ مكانه بتعريف من الله، ويدخلهم الجنة عرفها لهم يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن أحدهم أهل الجنة إن أحدهم لأعرف منزله في الجنة من منزله في الدنيا، تعرف الدنيا تعرفها تمام خير، قال في الجنة تعرف منزلك تميز أقوى من معرفة الدارة في الدنيا، ويدخلهم الجنة وتعرفه اللي عرفها لهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، هام كلام الله يا إنسان، حاجة غفلة وحاجة جهل، وياخذ الدنيا يقولوا عن قول أنا مسلم، يقول له مسلم كله والحمد لله رب العالمين، لكن شوي ازداد شوي تعلم ما فهم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، خلي الايمان يزيد ويقوى وخليك تنشرح مع الله وزدها قلبك يا انسان، ما تسمى هيك جاهل مسكين الى اخره، وهكذا. فلما اجتمعوا في عالم الكثير وتجلى عليهم رب العزة فهكذا هاموا في جمال الله، هاموا في جمال الله وأخذوا عن أنفسهم وراحوا في النعيم، ولهذا يقول سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة أي جميلة، هو جمال زاد الجمال، هو جمال جمال، ولما تجلى عليهم من جمال زاد الجمال، ولما تقف أمام نور الشمس زيرك نور على نور يا إنسان، فما بالك بنور رب الشمس جل وعلا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا تجلي عام. وفي الحديث إذا دخل أهل الجنة جنة يقول الله تعالى يا أهل الجنة أتريدون شيئا أزيدكم،
قالوا يا ربنا ألم تبيض وجوهنا ألم تنجنا من النار ألم تدخلنا الجنة اللهم اجعلنا منهم. قالوا فيقول الله تعالى إن لكم عندي موعدا سأنجزه أي أنا وعشركم من الذين أحسن الحسنى والزيادة أي منكم الحسنى فيما قلتم لكن عندي زيادة وعدتم بها. قال فليس في الحجاب فما أرك شيئا أحب إليه من نظر يهبهم تبارك وتعالى. وهذا كما في الحديث نظر عليه الصلاة والسلام إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة عيانا كما ترون هذا القمر الطالع في الأفق لا تلومون في رؤيته أي ما في بيت إن واحد يشوفه واحد ما يشوفه كلهم يرونه بارتياح وانتساح شراح. قال فإن استطعتم أي إذا كنتم تحبون رؤية ربكم وتحرصون عليها فتزوجه لكم في الصلوات فإن استطعتم على أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا يعني حافظوا على الصلوات ولا سيما الصلاتين المعرضتين للضياع عن الوقت صلاة الصبح عن وقتها بسبب النوم صلاة العصر عن وقتها بسبب شغل الدنيا فاعرف ان تصليها في الوقت يا انسان تواظب على الصلوات في اوقاتها هذا يمنحك الله بذلك رؤيته يوم القيامه. وهكذا الرؤيا العامه للعامه المسلمين على مختلف مراتبهم يوم الجمعه هذا للكل. اما رؤيه رب العزه غير يوم الجمعه فهذه لاهل خصوص يا انسان لأهل خصوص أما العموم الكل. ولكن هل هناك رؤية في غير يوم الجمعة؟ نعم لكن لمن؟ لأهل خصوص. جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره يقول عليه الصلاة والسلام إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في رواية أحمد في ملكه وفي رواية غير من ينظر إلى خدمه وأزواجه وسروره ونعيمه أي البساتين التي أعطاه الله إياها ينظر مسيرة 2000 سنة في رواية 2000 سنة يرى أخطاها كما يرى أدناها. انظر لمملكة اللي الله أعطاه إياها ونعيم وأراضي وبساتين وقصور وأسرة مسافة ينظر مسيرة 2000 سنة. قال إيش نظروا هالبعد؟ قال الله بيعطي أمي في البصر يرى أخطاها كما يرى أدناها، الله بيعطي أمي في البصر. قال إيه ما بتقول بعالي؟ قال ليش بتقول بعالي؟ إذا قلنا لحق الدربي. وحط المكالمة تقضى آخرته يقول له الله ما بدي احط لك دربي في الآخرة الله بقوي لك دربي بصرات حتى انتهي المشكلة بقوي لك نور البصر وانتهي لا تسوين مشاكل عقلية فكرية شيطانية استسلم وسلم من لقاء الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. قال هذا أدنى أهل الجنة منزلة فمن هو أعلاهم؟ قل من أعلاهم يا رسول الله؟ قال أكرمهم على الله من ينظر إلى ربه غدوة وعشية كل يوم مرتين كل يوم مرتين في غدوة وعشية ما في خلاف أن ينظرون إلى الله كل صباح ومساء هذا أهل الخصوص. ثم قرأ قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة اللهم اجعلنا منهم بمرافقة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يوم الجمعة يا إنسان
هذا يوم له شأنه، له قيمته، له كرامته، لا تضيعه بالبلاش. يوم له اعتباره وله أمور تترتب عليه أحكام الآخرة، فاكتب هذا اليوم وفيه ساعة، ساعة الإجابة. ما دعا الله بها إنسان إلا أجابه الله، ونسأل الله التوفيق وزاد تمام هذا إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد Yeah.
الى سيد المرسل من صلى الله تعالى عليه وسلم ولاحباب الله تعالى اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد بإصلاح خزائنه، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يلقى علينا من خزائن أسرارك وأنوارك ومعارفك وسجلياتك ومشاهداتك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا مرسلا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كثيرا إلا جبرته ولا قطيعا إلا وصلته ولا ضالا إلا هديته ولا حائرا إلا جللته ولا بعير حضرتك إلا قربته ولا حاجزا من حواجزك لا إلى قوته لك رضا إلا قبلتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحم الراحمين وارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله.